ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا المحلل السياسي العراقي الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. ما السبب من وجهة نظرك في هذه الانقسامات المتسارعة التي شهدها ائتلاف العبادي؟ أهلا وسهلا بكم. في البداية حقيقة هذه الاختلافات اللي حاصلة في الوقت الحاضر على الساحة العراقية السياسية هي أحزاب متناحرة طائفية موجودة في العراق منذ بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة. نحن نلاحظ أنه بين تارة وأخرى هذه المجموعة تأتي ومع مجموعة أخرى، وهي نفس المجاميع التي تحكم العراق من زمن الجعفري والمالكي والعباسي. لا يغيرون شيئا في السياسة الداخلية في العراق ولا حتى في السياسة الخارجية. السياسة الداخلية في العراق مرهونة رهنة السياسة الإيرانية. حقيقة السلطة الملالي الموجودة في إيران هي التي تتحكم في العراق. إذن هي خم وطهران تحكم العراق من خلال أذرعها الموجودين في العراق، السياسيين اللي يسمون نفسهم بالسياسيين في العراق. في السابق ذولا كانوا يقاتلون الجيش العراقي ويعذبون الأسرى العراقيين في زمن الحرب العراقية الإيرانية، واليوم هم على رئاسة الحكومة العراقية. هذه المجاميع لا يمكن على الشعب العراقي أن يراهن عليها، ولا يمكن للشعب العراقي أن يتأمل من هذه المجاميع أن تأتي عونا للشعب العراقي. هذول مسيرين ويتبعون السياسة الإيرانية 100%. طيب. هم إيرانيين، هم إيراني بالمذهب والنسب. هناك من يصف أو يقول إن شركاء العبادي يهربون من تحالف معه بعد تقارير عن تدني شعبيته. من وجهة نظرك، ما العوامل التي أدت إلى تدني شعبية العبادي؟ العبادي تراجع بعض الخطوات البسيطة التي هي ضد الاتجاه التطرف الصفوي الموجود في العراق قليلا جدا، ولهذا السبب صارت العملية السياسية أو السياسيين المتحكمين في العراق من هادي العامري وعمار الحكيم، ذولا هم إيرانيين يتمشون بسلطة إيران. لهذا السبب ذولا كل ما تيجي مجموعة سياسية تريد تنقذ العراق، وأنا لربما أنه العباد يريد ينقذ العراق من المأزق الواقع فيه، بس هذا ما ممكن أن يحصل بدون موافقة إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. العراق بلد مباح لهذه السلطات الثلاثة الموجودة التي تحكم العراق فعلا، هي الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل بالتوجيه من إسرائيل. هذه العملية السياسية بالوقت الحاضر، وما يتأملون العراقيين من الانتخابات انتج عنها خيرا. أنا أقول لهم هذه الانتخابات ليس إلا تمديد فترة حكم طائفي عنصري لتمديده لقتل العراقيين وذبح العراقيين وسرقة أموال العراقيين. هذه الخلافات كيف ستنعكس على المشهد السياسي في العراق؟ هذه السياسات حتنعكس على المشهد السياسي بالعراق فقط بتبادل السلطة من هذا الموقع إلى الموقع الآخر. السياسيين الموجودين في العراق هم يراهنون فقط على تغيير المكان السلطة، ممكن العبادي يجي واحد غيره، بس السياسة العامة للعراق لا تختلف قيد شعره. هادي العامري هو يريد أن يحكم العراق، يعني هذه نية هادي العامري بالتسلطة وسيطرته على الميليشيات والحشد الشعبي، انه هو يريد بالوقت الحاضر السيطره على الشعب العراقي. طيب، فيما يخص التحالف ما بين عمار الحكيم وهادي العامري، من وجهه نظركم كيف سيؤثر هذا التحالف على شكل البرلمان القادم؟ البرلمان القادم لا يحل ولا يربط، لا القادم ولا الجديد ولا الحالي ولا اي برلمان. البرلمان هي مكونات البرلمان، إذا نحكي للفائدة والمصلحة الخاصة للبرلمانيين الموجودين في العراق. السرقة البرلمانيين الموجودين في العراق راح يتبدلون هذه الأوجه بأوجه أخرى، هذا اللي راح يحدث في العراق. أما إذا يتوقعون أنه راح يتبدل العملية السياسية ويأتون ناس نزهاء من أجل خدمة الشعب العراقي، هذا شيء بعيد جدا، لأن إلى حد إلى
حد الآن عفوا إلى حد الآن الولايات المتحدة هي تأمر من هو اللي يحكم في العراق بأذرعها الموجودة وتسلط إيران في العراق بموافقتها طبعا بموافقة الولايات المتحدة كيف تتصرف إيران في العراق. من بين المحلل السياسي العراقي السيد ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.